قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنها تكثف أعمال المراقبة الوبائية المبكرة برا وبحرا وجوا عبر مراكز المراقبة الصحية في المنافذ، لا سيما بعد انتهاء موسم الحج وعودة حجاج دولة الكويت إلى البلاد. أوضحت الوزارة أنها قامت بتوفير جميع التجهيزات المخبرية والمواد التشغيلية لعمل جميع التحاليل والفحوص المخبرية اللازمة لكشف الفيروسات والنواقل المسببة للأمراض.